في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة وتزوير المركبات بمختلف أصنافها وإعادة بيعها، تنشط عبر إقليم ولاية بومرداس الجزائر العاصمة البوليدة، بالإضافة إلى المدية المسيلة تيزي وزو وولاية تصنيف. ميكروفون الزميل إبراهيم برقاش. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة وتزوير المركبات بمختلف أصنافها وإعادة بيعها. هذه الشبكة تنشط عبر إقليم الولايات بومرداس الجزائر بوليدة المدية مسيلة تيزي وزو وسطيف. بعد تكثيف تحريات تم تحديد مكان نشاط أفراد الشبكة مع وضع خطة محكمة لإلقاء القبض عليهم، حيث أسفرت العملية على توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 8 أشخاص مع استرجاع 8 مركبات من مختلف الأنواع. الموقوفين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور إنهاء التحقيق.